السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثالث الثانوي مع الحصة الثالثة التأسيسية لمنهج الثانوية العامة. النهاردة هناخد جزء الألجبرا الملغي اللي ما خدناهوش في تانية ثانوي، وفي منتهى الأهمية علشان نقدر نكمل السنة دي على خير إن شاء الله. counting per cell، how many، تعالى كده يعني ايه الكلام ده، اللي هي الفوازير بقى اللي بتيجي اللي يقول لك بكام طريقه مش عارف ايه. تعالى نشوف اكزامبل 1. هاو ميني 3 ديجيت، 3 ديجيت ازاي نعمل 3 ديجيت نمبرز سو ذات يونت ديجيت يا 3 يا 7. اليونت 3 او 7، وال10 2 او 4 او 9، وال100 1 او 5. الكلام ده بقى بالراحة كده بقى. تعال الثري ديجيت، أنا لو قلت اليونت أو نبدأ بال 100 حلو، وبعدها ال 10 وبعدها اليونت، جميل. ال 100 بتاعتك يا 1 يا 5. طب ال 100 1 أو 5، جميل جدا. طب ال 10، ال 10 بتاعتك يا 2 يا 4 يا 9. يبقى ال 1 مع 2 او 4 او 9، برضو ال 5 معاها 2 او 4 او 9. اليونت يا 3 يا 7، يا 3 يا 7، كل واحد من دول هيطلع منه 3 او 7، 3 او 7، 3 او 7 وهكذا. طب تعالى كده نكتب الكلام ده، نكتب الكلام ده مع بعض. بص يا جميل، 1 لا ولا طويله ولا حاجه، ده احنا مش هنعمل كده كل مره يا يوسف، ده انا بس ايه دي مقدمه كده عشان تبقى فاهم انا هعمل ايه. تعالى يا جميل هنشوف هنعمل ايه حالا. 1 2 3 ده اول اهو، 1 2 3 شايفين يا اولاد انا خدت اول حاجه 1 مع 2 مع 3، في 1 مع 2 مع 7، 1 2 7. ها تاني حاجه هنقولها 1 2 7. مش هتعمل كده خالص يا بابا، احنا بس دي مقدمه عشان تبقى فاهم انا بعمل ايه. 1 4، 1 4 ايه، 1 4 3 تمام، 1 4 3 ها، 1 4 ايه كمان، 1 4 7 ها، 1 9 3، 1 9 7. طب جميل جدا، خلصنا ال 1، نخش بقى على ايه، على ال 5. 5 2 7، 5 2 3 ها، 5 4 3، 5 4 7، 5 9 3، 5 5 2 ولا ايه، خلصنا ال 5 2، 5 4 خلاص كل ده خلص، 5 ايه، 5 9 3، 5 9 7. عد دول كده كام نمبر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طلعوا كام؟ 12. انت هتعمل بقى يا حبيبي، مش هتعمل كده خالص. تعال اقول لك هنعمل ايه بمنتهى البساطه. هما اليونت، اليونت كام، كام رقم، كام نمبر، 2. طب وال10 كام نمبر، طيب وال hundreds كام نمبر، اضربهم في بعض كده ها، انهي اسهل بقى، الطريقه بتاعت زمان بالرسم كده ولا على طول؟ اليونت ال 10 ال hundreds. ways كان خالد have
ميل اوت اوف 3 ميلز. دلوقتي خالد دخل مطعم وقدموا له المني، فلازم يختار من كل حاجه من دول. هاو ميني ويز كان خالد؟ المهم هو هيختار يا ليفر يا تشيكن يا فيش، دي الوجبه الاساسيه. وهيختار من الدرينكز اورنج او ليمون او مانجو. نحلها ازاي؟ ممكن نرسمها، ممكن على طول. هي الوجبه الاساسيه كام حاجه؟ كام دول؟ والدرينك كام؟ يبقى هو يقدر يختار 3 تايمز 3 على طول. فاهمين قصدي يا شباب؟ ها ولا ارسمها؟ ارسمها؟ خلي بالك الليفر مع الاورنج، والليفر مع الليمون، والليفر مع المانجو، ادي كده 3. تشيكن مع الاورنج، وتشيكن مع الليمون، وتشيكن مع المانجو، 3. فش مع الاورنج وفش مع، فاهمني؟ يبقى في النهايه هتطلع بعد الفيلم ده كله على طول الخطوه هتعمل 3 تايم 3. طيب تعالى يا جميل، هاو ميني ديفرنت 3 ديجيت، ديفرنت 3 ديجيت كان فورمد فروم ذا نمبر. دول كام نمبر؟ 5. عايزين نكون نمبر من كام ديجيت؟ 3 ديجيت. 3 ديجيت يعني ثلاث ارقام يا اولاد. تعالى كده بقى، انا عندي 100 وعندي 10 وعندي يونت. حلو، بكم طريقه اقدر اختار ال 100؟ دول كام رقم يا اولاد؟ اقدر اختار اي رقم من الخمسه ينفعه الخمسه، ولا في حاجه ما تنفعش في ال 100؟ الزيرو ما ينفعش في ال 100. يبقى ال 100 له كام فرصه؟ لو كام طريق؟ 4. تمام، ده ال 100. ها حلو قوي كده يا بابا. خلي بالك ديفرنت يعني الرقم اللي هتاخده مش هيتكرر. احنا خدنا رقم يا يوسف لل 100، فاضل كام رقم كده من الخمسه؟ 4. يبقى ال 10 له كام فرصه؟ ها 4. خدنا كمان رقم لل 10، فاضل كام رقم؟ ها فاضل كام واحد؟ 3. اهو اضرب دول كده ببعض تطلع 48. واضح انها مش مفهوم. اقول لك حبيبي، بص يا بابا، دلوقتي انت عند حضرتك ال 101، حلو. ال 10 عنده ممكن يبقى 0، ممكن يبقى 2، ممكن يبقى 3، ممكن يبقى 4. طيب خلي بالك لو 0، لو خدت 0 لل 10 وخدت 1 لل 100 هيبقى هيفضل 3 لليونت. فاهمين قصدي ايه الثلاثه بقى؟ هيفضل 2 و 3 و 4 وهكذا. انت لو مشيت بالطريقه دي هيطلع معاك في الاخر، بس طبعا الطريقه دي هتضيع منك وقت كبير جدا. ليه؟ طب ما انا عارف ال 100 دول خمس ارقام، طب ينفعوا الخمسه لل 100؟ لا، الزيرو ما ينفعش. يبقى كام رقم ينفع لل 100؟ 4. طب خدنا رقم كده لل 100 في جبنا، فاضل كام رقم من الخمسه؟ فاضل 4. كلهم ينفعوا لل 10؟ 4 لل 10. يبقى ال 100 عدد فرص 4، وال 10 برضو عدد فرص 4. كده انا خدت كام رقم؟ رقمين. فاضل كام؟ فاضل 3، ينفعوا كلهم لليونت. صعبه؟ حد يحسسني انه فاهم او مش فاهم. تعالى يا بابا، how many ways can four students sit on three seats؟ عندي أربع طلاب، عايز أقعدهم على كام؟ ثلاث كراسي in row. إزاي؟ أربعة إزاي أقعدهم على ثلاثة؟ ينفع؟ How many ways can four students sit on three seats in a row؟ طبعا دي على طول zero way،
مفيش طريقة إن أنا أقعد بالأربعة على ثلاث كراسي، أنا أقعد الأربعة على أربع كراسي أو أكتر. خلاص؟ طيب تعالى يا بابا. الفيكتوريال. فيكتوريال إن. العلامة دي يا ولاد. العلامة دي كده بنقول عليها فيكتوريال. فيكتوريال إن. هتبقى إيكوال، بس ماست بي خلي بالك الـ إن مور ذان أور إيكوال زيرو. ما بنشتغلش على النيجاتيف هنا، ينفع زيرو او اكبر. هتبقى ان ان ماينس 1 ان ماينس 2 سو اون لغايه ما توصل 2 تايمز 1. مش فاهم حاجه يا مستر، ايه الكلام ده؟ تعالى كده يا بابا، لو جيت قلت لك فيكتوريال 5 هتبدا ب 5 وتفضل تنزل لغايه ما توصل لل 1 4 3 2 1 تطلع ان شاء الله بالآلة الحاسبة 120. فيكتوريال 4 هبدأ بإيه؟ ب 4 3 2 1 طلعت بعون الله 24. معايا جميل؟ طيب نوت فيكتوريال 0 ب 1 فيكتوريال 0 بايه؟ 1 وفيكتوريال 1 ب 1. طبعا دي سهله اللي تحت دي، لكن فيكتوريال 0 ب 1 دي حفظ. طب علامه الفيكتوريال على الاله، اللي معاه اله يا اولاد هتلاقي في الاله بتاعتك في زرار موجود فين؟ هقول لك انا عليه حالا، اللي هي علامه التعجب. الفيكتوريال عباره عن علامه التعجب. فين بقى؟ تحت المود، تحت المود هتلاقي في زرار، في زرار مكتوب عليه كده اكس باور نيجاتيف 1 وفوق منه اكس علامه تعجب. اكس علامه تعجب دي هي الفيكتوريال، هي الفيكتوريال. خلاص؟ طب لو انا عايز اجيب حضرتك فيكتوريال 5 ممكن اللي معاه اله هيعمل ايه حضرتك؟ هنكتب 5 شيفت فيكتوريال. بالشيفت يا اولاد، هتعمل الزرار ده بالايه؟ بالشيفت، علشان هو معمول بالاحمر على الاله، اي حاجه باي عمليه بالاحمر يبقى شيفت. تكتب الرقم وبعدين شيفت الزرار. جميل. هنا بقى في نوت جميله قوي، بيقول لك فيكتوريال ان ايكوال ان فيكتوريال ان ماينس 1. ايه الكلام ده يا مستر؟ تعالى كده، انا لو قلت مثلا فيكتوريال 100، طبعا الطالب الساذج هيعمل ايه؟ هيقول 100 تايمز 99 تايمز 98 تايمز 97 ويفضل معاه ربنا ويفضل يملى الصفحه ووقت الامتحان يخلص وهو لسه ما خلص. طيب في ولد شاطر بقى قال لك يا مستر طب دي مش 100 شايفينها؟ ودول كده اللي بعد ال 100 دول عباره عن ايه؟ عباره عن فيكتوريال 99. يبقى انا ممكن اكتبها 100 فيكتوريال 99، صح؟ مش فاهم. انا عايز اقول لك حاجه بس خليك معايا. انا لو جيت قلت لك فيكتوريال 40 ممكن نخرج 40 بس، فيكتوريال 39. ممكن ولد تاني محتاج يخرج ال 40 وال 39 فيكتوريال 38. ولد تالت محتاج يخرج 40 و 39 و 38. هيبقى فيكتوريال كام يا اولاد؟ ها؟ فيكتوريال كام؟ 37. طب ايه لازمتها دي يا مستر؟ هقول لك لازمتها حالا. تعالى كده نشوف الاكزامبل الاولاني. تعالى يا جميل نشوف مع بعض الاكزامبل الاولاني. اهو. يقول لك فيكتوريال 10 اوفر فيكتوريال 8. في ولد هيمسك فيكتوريال 10 ويقول 10 تايمز 9 تايمز 8 تايمز 7 مش عارف ايه لغايه ال 1، وفي واحد هيقوم ايه؟ واقف عند ال 8. طب ليه واقف عند ال 8؟ عشان فيكتوريال 8 تتكنسل مع فيكتوريال 8 يبقى 90. خلصت وبمنتهى السهوله. ها؟ طيب نكمل كلامنا. اكزامبل 2 بيقول لك فيكتوريال ان ايكوال 120. هجيبها ازاي دي؟ بص يا حبيبي،
فيكتوريا الام. طبعا العيال الجيل بتاعكم هيعمل ايه؟ هيفضل يجرب فيكتوريا الفور بكام، فيكتوريا الفايف بكام، فيكتوريا السكس بكام، لغايه ما يلاقي فيكتوريا يديله 120 يبقى خلصت. ماشي، هتطلع بالاله 5، يبقى الان 5. بس انا عايز ايه؟ ال 120 دي يا ولاد برضه على الاله هتعمل ايه يا حبيبي؟ انت المفروض الفيكتوريال ده رقم في اللي اقل منه في اللي اقل منه لغايه ال 1. طب انا هبدا ب 1، 1 تايمز 2 يا ولاد ب 2، تايمز 3 ب 6، تايمز 4 ب 24، تايمز 5 ب 120. يبقى ال 120 ادتني من 1 لايه؟ ل 5. يبقى ده عباره عن فيكتوريال ايه؟ 5. يبقى ال n بكام يا اولاد؟ ب 5. في اي سؤال لغايه هنا؟ ابص كده، فيكتوريال n وفيكتوريال n ماينس 2، لما يكون عندك 2 فيكتوريال يا بابا بتتعامل مع الكبير. مين الكبير؟ n طبعا، n الكبيره. الكبيره هن 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 خرج n ونخرج كمان n ماينس 1 وهنقف عند ايه؟ n. طب ليه وقفت يا مستر عند n ماينس 2؟ عشان n ماينس 2 تروح مع n ماينس 2. الكلام ده بكام؟ بسيرتي. وصلنا يا اولاد ان n ملتبلاي n ماينس 1 ايكوال 30. طيب بص يا حبايبي، مش n و n ماينس 1 دول كده، دول ورا بعض، تو نمبر ورا بعض، n و n ماينس 1. طب عايزين تو نمبر ورا بعض يدوك 30، مش سامع؟ 5 و 6، جميل عظيم. طيب مين الكبير هنا يا دي يا يوسف؟ n ولا n ماينس 1؟ ان الكبير، الكبير، حلو قوي. طب مين الكبير هناك؟ يبقى الان بكام؟ ب 6. لينك تاني. طيب تعال نشوف الاكزامبل اللي جاي. بيقول لك 1 اوفر فيكتوريال ان 2 اوفر فيكتوريال ان بلس 2 56 اوفر فيكتوريال ان بلس 2. طيب تعالى كده يا جميل، ادي 1 اوفر فيكتوريال ان بلس 2، شايفين فيكتوريال ان بلس 1؟ هخرج ان بلس 1 ويبقى فيكتوريال ان ايكوال، ادي ال 56 يا ولد، هخرج ال ان بلس 2 وهخرج كمان ال ان بلس 1 ويفضل فيكتوريال مين؟ ان. ابص كده الاقي هنا في فيكتوريال ان، وهنا في فيكتوريال ان، وهنا في فيكتوريال ان. وصلنا لايه؟ 1 اوفر 1 بلس 2 اوفر ان بلس 1 ايكوال 56 اوفر ان بلس 1 ان بلس 2. جميل جدا. طب احل دي ازاي؟ تعالى كده يا جميل نشوف هنحلها ازاي. طيب هنعمل ايه؟ دلوقتي الديناموميتور هنا وهنا وهنا مختلفين، هحاول اخليهم زي بعض، هحاول اخليهم زي بعض. طيب هنا ده كده n بلس 1 ناقصه ايه؟ ان حطيت n بلس 2 فوق وتحت. طب ده ناقصه ايه؟ ناقصه حاجتين، n بلس 1 و n بلس 2، هحطها فوق وتحت عشان اعمل كوماند دينامونيتور. تعالى بقى يا جميل ايه اللي حصل؟ هنلاقي الدينامونيتور كله n بلس 1 و n بلس 2، n بلس 1 و n بلس 2، n بلس 1 و n بلس 2. بعد كده هنوصل ادي الاولاني بقى عباره عن براكتين n بلس 1 n بلس 2، والتاني 2 وبراكت n بلس 2 ايكوال 56. طبعا هنفكك البراكتات دول
للأسف في ناس بتلخبط في فك البراكت. تعالى كده يا جميل، شايف الان هتتضرب في الان وفي التو، والوان في الان وفي التو، المهم هتطلع ان باور 2 بلس 3 ان بلس 2. طب التو دي هتتضرب في الان وفي التو، هتبقى 2 ان بلس 4، وال 56 هجيبها ماينس 56 ايكوال 0، نجمع ونشوف الكلام ده هيديني ايه. المهم بالآلة بعد ما تطلع، هي المفروض انها طلعت ان باور 2 بلس عند حضرتك 5 ان، حلو، ماينس 50، واحنا اتفقنا ان الان لازم تكون بوزيتيف. المهم الان طلعت ب 5 او نيجاتيف 10، نيجاتيف 10 ريفيوز. خلاص تعالى كده البريمتيشن، ايه بقى البريمتيشن ده؟ تعالى يا جميل نشوف ايه قصه البريمتيشن. بيقول لك how many ways can different 3 digit number be formed from 2 و3 و5. عايزين نكون من 2 و3 و5 3 different digit. لو عملناها بالرسمه يا اولاد، ال 100 2 او 3 او 5. طب ال 10، لو ال 100 2 يبقى ال 10 3 او 5. طيب اليونت، لو 2 3 يبقى 5، طب لو 2 5 يبقى 3، طب لو ال 100 3 يبقى ال 10 2 5، طب لو 3 و2 يبقى اليونت 5، 3 و5 يبقى اليونت 2، طب 5 يبقى 2. حد فاهم انا بعمل ايه؟ ها هنا 3 هنا 2، طلعت 2 3 5. المهم زي ما كتبها اهو، كام واحد دول؟ طلعوا 6. تعالى هنحلها بقى بطريقه ثانيه. دول كام رقم يا اولاد؟ ها 3. ال 100 اقدر اختاره بكام طريقه؟ بثلاثه. خدنا رقم لل 100، ال 10 هيبقى له كام رقم؟ 2. ها اليونت هيفضل له كام رقم؟ اضربهم في بعض كده يبقى 2 تايمز 3 تايمز 1، هتطلع ايه؟ اللي هي ال 6 برضه، حلو؟ اللي بنقول عليها 3 بريمتيشن 3. تعالى بقى يا جميل، ايه البريمتيشن ده؟ تعالى كده بقى، انا لو جيت قلت لك ان بي ار، بس في شروط، لازم ال ان تبقى اكبر من ار، اللي فوق اكبر من اللي تحت. يعني تعالى كده، لو جيت مثلا قلت لك 7 بي 2، هتبدا ستارت ب 7 وتفضل تنزل كم نمبر؟ ايوه يا امنيه، امنيه مش عارف مين اللي بيتكلم. دي مفهومة؟ طب لو جيت قلت لك 7 بي 3 5 بي 3 هتبدأ بإيه؟ وأفضل أنزل كم نمبر؟ كم نمبر عايزين؟ يبقى تايمز 4 تايمز 3، ونشوف الكلام ده يطلع بكام. طب لو جيت قلت لك 6 بي 2 هيبقى 6 تايمز 5 إيكوال 30. وخلي بالك البي دي موجوده على الاله، موجوده هتبقى حضرتك شيفت تايمز. يعني لو عايز تجيب مثلا 7 بي 2 تكتب 7 شيفت تايمز 2، ان بي 0 دي حفظ ب 1، ان بي 0 ب 1. في قانون تاني للبرميتيشن يا اولاد غير ده، بص يا جميل، ايه القانون التاني بتاع البرميتيشن؟ لو جيت قلت لك ان بي ار، ركز بقى معايا، يبقى فيكتوريال ان اوفر فيكتوريال ان ماينس ار. فيكتوريال اللي فوق
over فيكتوريا للماينس. طب تعالى كده، لو قلنا 7 بي 2 اللي احنا جبناها هيبقى فيكتوريا 7 over فيكتوريا 5. هنخرج ال 7 وال 6 فيكتوريا 5 over فيكتوريا 5، تطلع برضو 42. يبقى البرميتيشن بطريقه الفيكتوريا، الفيكتوريا اللي فوق على فيكتوريا للماينس. تعالى كده 7 بي 4 قدامك ثلاث طرق، يا اما اهو تبدا بال 7 وتنزل 6 لغايه ما تعمل كام نمبر؟ اربع ارقام وتشوفها بكام. هنا هبدا بال 4 لغايه ما اعمل كام نمبر؟ اربع ارقام وتشوفها بكام. هنا هبدا بال 4 لغايه ما اعمل كام نمبر؟ ثلاث ارقام. How many words can be formed from 5 different letters؟ انا عندي 5 حروف، يقول لك نقدر نعمل كام وورد من فورمد من 5 حروف، مكونه من 5 حروف. طيب ما هتبقى 5 تايمز ايه؟ هاو ميني ووردز كان بي فورمد فروم 5 ديفرنت ليترز. 4 طالما ديفرنت، 3 2 1 5 حروف اللي هي نقدر نقول عليها 5 بي 5 ونجيبها على الاله. خلصت. تعالى يا جميل نشوف السؤال اللي جاي. 7 بي ار ايكوال 7 بي ار، هنبدا ب 7 تايمز 6، 7 تايمز 6 42 تايمز 5 تايمز 4. طلع الكلام ده يعني 7 بي ار طلع بايه كده. طب دول كام نمبر؟ 1 2 3 4، يبقى ار بكام؟ صعبة؟ وممكن تعمل تشيك على الآلة، ممكن على الآلة هنعمل 7 شيفت تايمز ونقعد نجرب، بس خلي بالك الار لازم تبقى أقل من ال 7، ممكن تبقى ايكوال ال 7 لكن ما تبقاش أكبر. خلاص ده كان الجزء الاول. كومبينيشنز ده بقى حاجه زي البريمنتيشن كده، وبتيجي على الاله برضو شيفت ديفايد، شيفت ديفايد كومبينيشن سي. بنقول ايه بقى؟ 2 كلوبز اوف ا 4 كلوب ست A وB وC وD are to be selected from score match then the possible permutation. نقدر دلوقتي انا عايز اختار فريقين، من كام؟ من 4. عايز اختار فريقين من 4، والله ممكن A مع B، A مع C، A مع D، B مع A، B مع C، B مع D، C مع A، C وهكذا. فاهمين القصة دي طبعا. طيب طلع عندنا if we want to select from، لو انا عايز بقى اختار ست مش اوردر بير، الاوردر بير ينفع ال A وال B ينفع ابدلهم، فكده بنقول عليها ايه؟ 4 برميتيشن 2 تطلع كام؟ 4 تايمز 3 تطلع كام؟ 12. لكن لو انت هتاخدها 6 يعني مش ال A وال B هي ال B وال A، هتبقى 4C2. هنعرفها دلوقتي بنجيبها ازاي. خلي بالك ان سي ار ان بي ار اوفر ان، يبقى 4C2 اوفر فيكتوريال مين؟
فيكتوريال 2 هتبقى طبعا 4 سي 2 4 بي 2 طلعت بكام 4 بي 2 ب 12 وفيكتوريال 2 تطلع ب 6 يبقى عرفنا حاجه حضرتك لو الترتيب مهم لو الترتيب مهم تبقى بيه لو الترتيب مش مهم تبقى سي يعني الاولانيه كانت بريميتيشن ليه عشان الترتيب مهم عشان الترتيب ايه مهم الاي والبي غير البي والاي لكن لما عملناها ست مش اوردر بير الترتيب مش مهم اي وبي هي بي واي الترتيب مش مهم بقت سي مهمة قوي دي ها خلاص طب يعني جه السنه دي في ثانويه عامه في ثالثه ثانوي سؤال بيقول لك من الليترز بتاعت الحروف الابجديه هنختار ثلاث حروف للعربيه لرقم العربيه مش رقم العربيه دلوقتي ثلاث حروف واربع ارقام مظبوط اي عربيه دلوقتي يبقى عليها ثلاث حروف واربع ارقام طيب لو انا هختار من الحروف او من الحروف الابجديه كم حرف يا يوسف حلو هنختار ثلاث حروف الترتيب مهم ولا مش مهم الترتيب مهم في الحروف ولا مش مهم يبقى هنقول دي يبقى 28 بي كام بي 3 بهايم كتير اختاروها سي يبقى البي لما بيكون الترتيب مهم وغالبا في الحروف والنمبرز بيبقى الترتيب مهم لكن مثلا في الوجبه في الدرينك في الحاجات دي الترتيب مش مهم تعالى بقى ان سي ار ان سي ار ايكوال ان بي ار اوفر فيكتوريال ار او مش الان بي ار قلنا انها فيكتوريال ان اوفر فيكتوريال ان ماينس ار ده كده الان بي ار وفي تحت فيكتوريال ار يبقى الان سي ار ممكن نقول فيكتوريا اللي فوق على فيكتوريا للماينس فيكتوريا اللي تحت طيب اهو كتبنا القانون الثاني ل ان سي ار في بقى نوت مهمه بيقول لك ان سي ار ايكوال ان سي ار ماين ان سي ان ماينس ار يعني ايه الكلام ده يعني 7 سي 2 هي 7 سي 5 ليه يا مستر تعالى كده يا بابا نشتغل على 7 سي 2 فيكتوريا اللي فوق فيكتوريا 7 فيكتوريا للماينس فيكتوريا اللي تحت طب تعالى هنا فيكتوريا اللي فوق فيكتوريا للماينس فيكتوريا اللي تحت مش ده هو ده يبقى لو اللي تحت مجموعهم اللي فوق يبقى سي يعني ايه الكلام ده يعني 11 سي 3 هي 11 سي 8 ليه عشان اللي تحت مجموعهم 11 خلاص تعالى كده يا جميل نشوف السؤال اللي جاي يقول لي 28 سي ار ايكوال 2 ار ماينس طالما دول ايكوال يا اولاد يبقى اللي تحت دول مجموعهم 28 يبقى ار بلس 2 ار ماينس 47 ايكوال ايه 28 هنودي 47 هناك يبقى 3R ايكوال ان شاء الله لما نعمل لهم بلس 75 يبقى ال R طلعت ب 25 خلص تعالى هنا برضو نفس القصه ده هو نفس السؤال متكرر لا هنا R وهنا 2R ماينس 5 جميل جدا R بلس 2R ماينس 5 ايكوال كام؟ 28 هنودي ال 5 و 28 33 يبقى ال R ب 11 خلصت السؤال اللي بعده
how many ways can نختار two men and a woman be selected from seven men and five women. أنا عندي سبع رجالة وخمس سيدات، عايز أختار منهم two men and one woman. طب الترتيب مهم؟ لا مش مهم. طب التو من هنختارهم ازاي؟ اهو هما كام من؟ 7، هنختار منهم 2. طب الوان وومن هما كام وومن؟ 5، هنختار منهم واحدة. طيب يبقى بيقول لك هنا ايه؟ اند، اند يا ولاد يعني تايمز، اند يعني تايمز، خلي بالك اند. طب اور تبقى بلس، لو قال لك اور تبقى بلس، صعبة؟ تعال نكمل كلامنا. The number of ways to form number 5476 من الأرقام دي. بكم طريقة أكون الرقم ده من الأرقام دي؟ السؤال ده رخم جدا. دلوقتي هو الرقم 5476 ده كده 1000. له كام فرصة؟ ال 5 دي لها كام فرصة؟ فرصة واحدة. طيب ال 10 4، ال 4 دي لها كام فرصة؟ ال 7 لها كام فرصة؟ ال 6 لها كام فرصة؟ الله الله الله، ده طلعت صعبة. أقولها تاني؟ دلوقتي هو إجباري، هو بيقولكش كون لي رقم عدد مكون من أربع أرقام، لو عدد مكون من أربع أرقام موضوع تاني، ده هو عايز العدد ده. يعني لازم في الـ في الـ في الـ 1000 تبقى 5. خلاص لما أنا أختار الـ 1000 هو 5، 5 ده أونلي 1 نمبر. فهمت يا يوسف ولا لسه؟ طب تعالى شوف دي بقى. عايزين فورم 3 ديفرنت ديجيت من دول، ماشي؟ هم كلهم برايم؟ لا، برايم لازم يكون اليونت. الله الله الله، تعالى كده بالراحه بقى. طيب ال 100 يا 3 يا 4 يا 5. ال 10 لو 3 يبقى معاها 4، يبقى اليونت 5. طيب حلو. طب لو معاها 5 يبقى اليونت 4. استنى بس عشان هننقي منهم البرايم بعد كده وهكذا. طب تعالى احنا كتبنا ايه؟ 3 4 5. حلو. وكتبنا كمان 3 5 4. ده كده مش برايم وده مش برايم. طب تعالى الفور، الفور يبقى 3 يبقى 5، 4 3 5 برضه ده مش برايم. طيب ممكن يبقى 5 3 4 5 3، اعتقد ده برايم. لا مش برايم برضه، هيقبل على 3، البرايم ما بيقبلش الديفايدد خالص. طب تعالى كده ال 5، 5 هيبقى 5 4 3 أو 5 3 4، طبعًا ده مش برايم. أوبا، نجرب ده بقى كده. ما ينفعش ديفايدد 2، ينفع ديفايدد 3؟ أه ينفع ديفايدد 3، ده طلع ولا واحد برايم. يبقى الإجابة إيه؟ أه يبقى ده فيه إيه؟ خداع أو بيخدعني، ها؟ ده فيه عايز كلمة برايم، كلمة برايم طيب تعالى يا جميل. number of ways 3 digit from 5 number. أنا عندي خمس أرقام عايز أختار ثلاثة digit، بس ما قالش different، قال different.
حلو قوي. يعني الفرصة بتاعت ال 100، طب الفرصة بتاعت ال 10 برضه، طب الفرصة بتاعت اليونت ليه 5؟ ما هم خمس أرقام، أنا قدامي دلوقتي في الطبق خمس أرقام. حلو، هاجي أختار لل 100، عدد فرص اختيار ال 100 خمس أرقام قدامي. حلو قوي، وطالما ما قالش ديفرنت يعني الرقم ممكن يتكرر، يعني الرقم اللي خدته هحطه تاني في الطبق. برضه ال 10 خمس أرقام واليونت خمس أرقام، لا ده كده إيه؟ علشان ما قالش ديفرنت. طب لو قال ديفرنت كانت هتبقى 5 4 3، ده لو إيه؟ لو قال ديفرنت، لأن اللي خدناه مش هنرجعه، مش هيظهر تاني. طيب عندي وورد كات يوزد تو رايت ا ديفرنت 3 لتر، يعني السي والاي والتي هنعمل منها كلمه من ثلاث حروف مختلفين. طيب اهو ممكن الحرف الاولاني يبقى سي اي تي، ممكن يبقى سي تي اي، خلصنا السي ممكن تبقى اي سي تي اي تي سي، ممكن تبقى تي اي سي تي سي اي. دول كام رقم؟ ها 6. طب هما مش ثلاث ارقام، مش ثلاث حروف؟ في الحرف الاولاني عدد فرصه 3، الحرف الثاني تطلع كام؟ 6. في طريقه ثانيه، مش هنا الترتيب مهم؟ يعني سي اي تي هي مختلفه عن الاي سي تي، الترتيب مهم. كان ممكن نقول 3 بي كام؟ 3. هنبدا بال 3 ونكتب ثلاث ارقام، هي برضه ينفع اكتبها كده، ينفع اكتبها بالنوتيشن، ينفع اكتبها براحتي، المهم في النهايه. صعبه؟ تعالى جميل. 5 بوينتس، كارثه، عندي خمس نقط. حلو، بيقول لك كلهم مفيش ثلاثه منهم على الستريت لاين، خمس نقط مفيش ثلاثه منهم على الستريت لاين. جميل جدا، هنحط خمس نقط، تعالى كده بقى اهو، ادي A، ادي B، ادي C، ادي ادي اي، ادي الخمس نقط. يقول لك كم تريانجل ممكن نرسم، تعالى كده هاو ميني تريانجلز كان بي فورمد. طبعا احنا في الاخر هنستنتج حاجه مع بعض، لكن ايه، احنا تعالى كده نشوف من الايه، تعالى نعمل مثلثات من الايه. اول مثلث اهو يا يوسف، عد معايا، مثلث اسمه A B C اهو اول واحد، بعد كده A B D، مركز معايا؟ A B D A B E. حلو قوي اهو، مش هوصل بقى، انا همسح كمان اللي وصلته ده. طب انا همسح اللي وصلته ده، خلصنا ال A B. لا احنا هنستنتج حاجه في الاخر مع بعض، بس تركيز بس كده، انا قاصد نرسمها ونقعد نشخبط كده. بعد كده اي سي دي، اي سي دي، اي سي اي، في تاني ينفع اقول اي سي بي؟ ما اي سي بي احنا كتبناه. ها طب بعد كده الايه خلصت؟ ولا ممكن اعمل من ايه مثلثات تاني؟ ها؟ قول كده. اي بي دي؟ اهي مكتوبة اهي. ها؟
اي بي اي اهي اي اي بي بي امال دي ايه دي يا يوسف؟ ما دي اهي يا بابا. ها اي دي اي تمام اي دي اي اي دي اي ها اي تاني اي سي اي كتبناه كتبنا اي سي اي واي دي اي ها مفيش كده اي تاني نخش على البي ها بي سي دي ها ينفع بي سي اي بي سي اي كتبناه ها ها بعد كده بي دي اي بعد كده بي سي اي في تاني طيب نخش على السي سي دي اي في تاني خلي بالك الاي والبي مش هتجيب سيرتهم لانهم اتقالوا كلهم مفيش تاني تعال عدهم معايا كده طلعوا كام طلعوا تاني طلعوا ايه تاني طب نعمل ايه هما كام نقطة فايف فايف سي ثري تعالى كده 5 سي 3 يعني فيكتوريا 5 اوفر فيكتوريا للماينس فيكتوريا للي تحت ها جيب لي ده على الاله او 5 سي 3 على الاله المهم طلعت 10 يبقى كان ممكن من الاول لان الترتيب مش مهم وهم خمس نقط عايز اختار منهم ثلاث نقط عشان اعمل مثلث ها والترتيب مش مهم لان الاي بي سي يا يوسف هي الاي سي بي هي الايه؟ ها؟ الترتيب في المثلث مش مهم، يبقى كان ممكن على طول بدل وجع القلب اللي احنا عملناه ده نقول 5 سي 3. صعبة؟ تعالى جميل، خلاص احنا خلاص آخر حاجة اهي. How many different 3 digit number can be formed؟ عايز different 3 digit number. من الأرقام دي. هما كام رقم؟ الترتيب مهم؟ اه الترتيب مهم. يبقى 6 بي 3 يبقى 6 5 4 او ببساطه الرقم الاولاني ال 100 عدد فرصه 6 وعلشان كلمه ديفرنت يبقى ال 10 هيبقى 5 وهكذا خلاص طلعت بعون الله 120 تعال نشوف السؤال اللي جاي بيقول لك ان فيكتوريال 2 ان ماينس 1 ايكوال 60 دي رخمة جدا. ايه ده؟ رخمة جدا، عايز اعيل بقى ايه؟ طب تعالى كده، أنا لو ضربت هنا في 2 هتبقى 2n فيكتوريال 2n ماينس 1، هضرب هنا في 2 60 في 2 اه جميل، ال 2n دي مش دي أكبر من اللي جوه ب 1؟ خلي بالك هي لو جوه لما بنخرجها بتخس. صح؟ طب لو دخلناها هتكبر يبقى ده فيكتوريال ايه؟ اه هنزود على اللي جوه ده 1 تبقى كام؟ مظبوط كده؟ طب ال 120 مش عارفها 1 تايمز 2 تايمز 3 تايمز 4 تايمز 5 لو ضربت دول في بعض هيدوك ال 120 يبقى ال 2n بكام؟ يبقى ال n بكام؟ شكرا رائعة طبعا لولا ضربنا في 2 ما كانش هتتحل بيقول لك ان ام ان بي ام بي ان ايكوال 24 ام سي ان اه ام بي ان 24 طب ما دي لها قانون او قانونين في قانون منهم
يقول لك انها ام بي ان اوفر فيكتوريا للي تحت. طب هنا دي تحتها كام؟ 1. ابص كده الاقي ان ام بي ان هي هي. طب ما دول كده اتكنسل، ها يبقى 1 ايكوال 24 اوفر فيكتوريال ان. يبقى فيكتوريال ان بكام؟ ب 24. طب ال 24 1 في 2 في 3 في 4، يبقى ال ان ب 4. خلصت. صعبه؟ وده كان الجزء بتاع الالجبرا اللي كان ناقصنا في ثانيه سنه. يوسف يلا.